نشوفوا في هذا الفيديو. اذا اليوم جبت لكم وصفه جديده راح نديروا مع بعض طبق تقليدي جزائري، وهو طاجين دار عمي يعني طبق عائله. نحتاجوا زوج بصل متوسطين اللي كنت طحنتهم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. عندي شويه كركم، ملح، فلفل ابيض، وشويه من القرفه، وان عندكم عود قرفه تقدروا ديرو. بالنسبه للحم المفروم، عندي كميه اللحم المفروم، شويه خبز شمخته في شويه حليب، خل من الماء ونديرو نفس التوابل، وشويه بصل، نزلت له هنا المعدنوس وحبه بيض، وعجنته مليح، نغطيه ونخليه على جنب. حنا دوكا نروحو نوجدو المرقة. هنا في الطنجرة تاعي درت شوية زيت وشوية مغرفة كبيرة عفوا من السمن، راح نديرهم يسخنوا. ما تنساش اخواتي تحت في صندوق الوصف راح تصيبوا روابط التطبيقات التوعية، تطبيقات في جوجل بلاي او بلاي ستور، راح تشوفوهم ان شاء الله. فيهم بزاف يعني، فيهم يعني 8 من تطبيقات، كل تطبيق فيه يعني اشياء يعني مختلفة، كان معجنات ومملحات، كان اطباق رمضان على حدة، كان مشروبات وتحليات. ان شاء الله يعجبوكم، ما تنساوش تروحوا تضغطوا عليهم وتليشارجيوهم. هذه يوم تنساوش كذلك تبارطاجيوهم. والوصفات طبعا مكتوبة ماشي فيديوهات. هذه هي، شفتوني اخواتي قليت الدجاج تاعي، وليت قلو اللحم تاعكم، زدت البصل نخليه يتقلى معاهم شويه على نار قليله، نضيف هنايا كما راكم تشوفوا نص كاس ماء ماشي بزاف، نضيف التوابل، نحرك ونجيب الحميصة اللي كنت شمختها ليلة كاملة وطيبتها نص طياب يعني، ونحطها في الكونجيلاتور. هاي ليك نسيت ما قدمتها لكمش في الأول كما راكم تشوفوا، نضيفها، نغلق، نمرق عفوا قبل، نعطيها حقها تاع الماء حتى كيتغطى طبعا الدجاج واللحم تاعكم. هكذا نغلق عليه ونخليه حتى كيطيب تماما. نحيت انا الدجاج، درتو يتحمر كما راكم تشوفوا، وتانيك وجدت لي بولات تاع اللحم المفروم كما راكم تشوفوا، درتهم هكا شويه طوال. سخنت شويه زيت ماشي بزاف يعني، ما تكثرش بزاف الزيت، هكذا ونقلي يعني نحمرهم برك، ما خليش يعني اللحم تاعنا يطيب من الداخل، تكون النار متوسطه الى عاليه، ونحمروهم في كل مره نقلبوهم. هنا المرقه تاعي كما راكم تشوفوا راهي قليله، راهي خاطره. دوك نجيب اللحم تاعي اللي كنت حمرته، نحطه داخل المرق، راح يعطي واحد البنه يعني خيال لهذا الطبق يعني، كي تحمروا الدجاج وتحطوه داخل المرقة يجي روعه. هكذا نستفو كامل بهذه الطريقه. من بعد نجيب اللحم المفروم نتاعي اللي كنت حمرته، هنا ما راهوش طايب تماما، نزيد نكمل طيبه داخل المرقة.
هكذا نستفهم كامل. صراحة هو طبق لي بنين بزاف، هذا أول مرة نديره صراحة، وعجبهم بزاف يعني العائلة، جا خفيف وللولاد اليوم يعني جو طب يعني رطبين هكايا جو يذوبوا فيهم. هكذا نغلق عليهم ونخليهم يتجمروا لمدة هكا واحد 10 دقائق على النار قليلة جدا. من بعد طبعا نزينوه، نسقوه ونزينوه بالمعدن من فوق والقارص طبعا مع عصير قارص. كما راكم تشوفوا طبق جندر عمي راه واجد، كما راكم تشوفوا المريقه تاعو راه قليله وخطره ويجي بنين بزاف. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، ما تنساوش تخلوا لي تعليقات وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم واقربائكم. نقول لكم تهلاو في روحكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة، ونتمنى يا رب تكونوا بألف خير. مبروك عليكم هاد الأيام المباركة، الله يدخلها علينا وعليكم الصحة والسلامة ويبلغنا شهر رمضان بالخير والبركة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفطائر او مسمنات معمرين في الفران، كيجيو رائع على بركة الله. نبداو الوصفة. بسم الله، غادي نحتاجو لواحد جوج زلايف ديال الفورص هاد الفورص، غادي نزيد واحد زلافة ديال الفينو او دقيق الناعم، ومن بعد غادي ندير شويه الملح على حسب الذوق، معلقة ديال العسل، واللي ما عندوش يقدر يدير سكر حبيبات. غادي نحتاج كذلك واحد 3 معالق ديال زيت المائدة، ومن بعد ندير معلقة ديال الخل باش نخلينا الفطائر رطبة لأننا كندخلوهم للفران. كيف ما شفتو المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، دونك حنا غنحاولو نخلطو هاد العناصر جيدا، ومن بعد نبداو نضيفو في الماء دافي وندلكوها مزيان. باش هاد الفطائر ينشفو معانا خصنا ندلكوهم مزيان مزيان، وما كتحتاج منا نخلوها ترتاح لان ملي كندلكوها كتعطينا الطعم. دونك انا غنكمل دليك ديال العجينه ونعاود نرجع معاكم. درتها فوق سطح العمل باش نتحكم فيها ونقدر ندلكها مزيان. خلي العجينة ترتاح غير شوية، الوقت اللي غادي نمشي نوجد فيه الحشوة اللي غنعمر بهم هاد
فطائر، لان اصلا العجينه دلكناها مزيان وشوفوا كي واش ولات منبله. دونك غادي نمشيو باش نوجدوا باقي العناصر. فوق نار مهيلة وضعت المقلة وزدت واحد جوج بصلات صغار مشلضين، وزدت عليهم واحد البواغو، شوية الملح باش كتساعد هاد البصلة باش كطيح لينا الغية، شوية الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة ديال السكينجبير، شوية ديال الفلفل الأحمر أو البابريكا، شوية ديال الزيت البلدية أو زيت زيتون، بعد ما تشحرات البصلة غادي نزيدو الكفتة او اللحم المفروم ونحركو جيدا، ما نطيبوش الكفتة بزاف لانها غتكمل طيب في الفران، غير تسهد شوية ونحيدوها. لهاد المرحلة الاخيرة انا زدت واحد مكعب الفرماج او الجبن، اللي بغى يزيد اختياري، اللي ما بغاش بلا ما يديرها، ولكن هاد الجبن كيعطيها واحد تعليكة وكيعطيها واحد اللذة زويونة. في الاخر نزيد شويه القزبر والمعدنوس ونطفيو على العافيه، وهاي الحشوه ديالنا موجوده. غادي نقطع العجينه لثمانيه الاطراف، لاننا غادي نديرو قرصه وسط قرصه باش نحصلوا في الاخير على اربعه المسمنات كبار اللي غادي نرقوهم مزيان. تبعوا معايا الطريقه وغادي تفهموا. نحاولوا نرقو مزيان هاد القرصه حتى يبان لينا سطح العمل باش تجينا الفطيره ديالنا مورقه وما تكونش معجنه. انا كنورق وانا كندير الزبده باش كنورقها، الزبده اللي كتست فيها واحد الخماره ديال الحلوى، وغادي نكمل معكم الطريقه. كيف ما مبين في الفيديو غادي نبني طرف على طرف بحال غادي ندير واحد المسمنه كبيره. غنحطها على جنب وغادي ناخذ كره اخرى نسرحها باش غادي ندير في قلبها هذيك المسمنه اللي صايبت في الاول. كيف ما شفتوا معايا درت وحده في وحده، وغادي نخليها ترتاح باش تسهل عليا في التوراق.
كملت جميع العجينة اللي عندي وتحصلت على 4 المسمنات كبار اللي غادي نخليهم يرتاحوا شوية باش يمكن لي نورقهم ونوريكم الطريقة ديال التقطاع. رجعت معاكم مرة اخرى ملي ارتاحت العجينة. دابا غادي نحاول نسرحها مزيان يا اما بيديا يا اما بالمدلك، وتكون العجينة خصها تكون رقيقة مزيان. شوفوا دابا معايا العجينه ملي بعد ما رقينا هذا هو الحجم ديالها. دابا غادي نحاول نقسمها على 4 الاطراف. الطريقه سهله ودغيا كنساليوها لاننا كنخدموا او ميم طون الكريسات اللي غادي نعمر. هي ملي تقطعت العجينه بحال كتحاول تجمع، دونك كنحاولوا نبسطوا هذيك البلاصه اللي غليظه. نبدا نحط في الحشوه بعد ما تكون بردات، وانا كنأكد خاص الحشوه تكون بارده باش ما تقطعش ليا العجينه. دونك شوفوا معايا الطريقه كيفاش كنجمعها. انا كنديها من الاطراف وكنحاول نبسطها باش ما تكونش معجنه. نحاول نسدها مزيان باش ما تخرج ليا الحشوه ونقلبها على وجهها. غادي نكمل كل شيء ونعاود نرجع معاكم. لتزيين هاد الفطائر خديت واحد زليفة صغيرة وضعتها في وسط المسمنة كما مبين عندكم، وحاولت ندير الفرماج في الجنيبات. وغادي نكمل الفطائر كلهم ونعود نرجع معاكم. في الوسط درت شويه جنجلان او سمسم اللي كنت حمرت من قبل بعد ما كنت دهنت ببيض البيض. في الجهه الثانيه غادي نبدل الشكل، غادي ندير الوسط الفرماج وفي الجناب غادي ندير الزنجلان، غير كنغيرو صافي. طريقة تزيين كتبقى اختيارية وعلى حسب المكونات اللي عندكم. الانسان راه كيبدع في هاد المسائل. نتمنى الفكرة اليوم تعجبكم، واللاطة الأخرى غادي نحاول ندير فيها غير السمسم. الفران كنت سخنته من قبل على درجة حرارة 180 ودرته غير من التحت ودخلت فيه اللاطات بجوج. تبارك الله ما شاء الله واحد القرماشة. ولا أروع.
نتمنى الفطائر ديال اليوم والأفكار ديال اليوم يعجبوكم وجربوها، صدقوني راه تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وصلنا نهاية الفيديو، إلى فيديو قادم. دمتم في رعاية الله، والسلام.